سوغفير مؤسسة مختلطة ثمرة شراكة بين مجمع سوناتراك وأوراسكوم، نتج عنها مصنع ألزو مختص في صناعة اليوريا والأمونيا. لقاء حصري جمعنا في عجالة بالرئيس المدير العام لسوغفير للحديث عن هذه الشراكة الناجحة. المعرض بيرسل رسالة إيجابية جدا لكل دول العالم أن الجزائر بيئة خصبة للاستثمار، وتشريف سيادة الرئيس عبد المجيد تبون لافتتاح المعرض في اليوم الأول مع مشاركة عديد من السفراء والوزراء ودول العالم مشاركة في هذا المعرض الكبير، فده بتدي رسالة إيجابية جدا للمستثمرين والعالم أن بيقولوا لهم تعالوا الجزائر أرض خصبة للاستثمار. حققت سوغفير سنة 2022 عائدات مهمة من العملة الصعبة قدرت بمليار و200 مليون دولار. يعد مصنع ألزو الأكبر من نوعه بشمال إفريقيا، صدر 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية السنة الماضية، تشمل 3 ملايين طن من اليوريا، 2 مليون طن من الفوسفات المعالج، 2 مليون طن من الأمونيا، إضافة إلى إنتاج العديد من الأنواع من الأسمدة التي تساهم في تنمية الزراعة. بما أن الجزائر هي دولة إفريقية ومحورية، نحن نشتغل على إفريقيا، وفي الأيام الماضية كنا قد وقعنا اتفاقية مع كينيا لتصدير كمية 830 ألف طن إلى كينيا، ومن هناك زامبيا، كينيا، دول المجاورة، وكنا من قبل قد قمنا بتصدير لموريتانيا، ونحن نشتغل على شحنة أخرى لموريتانيا. احنا ملاحظين ان فيه اهتمام كبير بتحسين جو الاستثمار في الجزائر ومراجعة قوانين الاستثمار. إذن رزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الحكومة يبدو أنها أتت بثمارها، كما سيسهم مناخ الأعمال الجديد في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.